أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن الأمر الملكي السامي بمنح وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والجهات المساندة يعكس حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتقديره لإسهامات أبناء مملكة البحرين. نعم، أشار سموه إلى أن تكريمهم يأتي نظير جهودهم في مسيرة العمل الوطني ضمن الصفوف الأمامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا. جاء ذلك في الحفل الذي أقيم تحت رعاية سموه اليوم في قصر القضيبية لتسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي لعدد من العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والجهات المساندة بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين. ونقل سموه للحضور تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على ما قدموه طوال العامين الماضيين من جهود للتصدي للفيروس، كما عرب سموه عن شكره وتقديره لجميع أعضاء فريق البحرين لما حققوه من إنجازات وإسهامات استثنائية في مختلف مسارات التعامل مع الجائحة بفضل تكاتف وتعاون الجميع. أشار سموه إلى أهمية مواصلة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في الدفع بمسيرة النماء والازدهار لمملكة البحرين وتحقيق مختلف الأهداف المنشودة في التصدي لجائحة فيروس كورونا. يتفضل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يا أخوان وأخوات، احنا مجتمعين اليوم على أثر حدث يمر قليل على الشعوب وعلى الأوطان. يعني هذه الجائحة كانت كأنها حرب مرت على المجتمع بأكمله. فأنا سعيد أن أكون معاكم اليوم ما بعد هذا التحدي الكبير في مرحلته اللي مضت، اللي أنقل لكم شكر وتقدير صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله وشكري، وبالنيابة عن البحرين أجمع شكر المواطنين. حقيقة الشكر موصول على ما مضى، والشكر موصول أيضا على ما يمكن أن يأتينا في المستقبل. هذه الجائحة يعني تتحور، وإحنا نشوف هذا الواقع يوما بعد يوم، وكنا في بر الأمان لله الحمد من تقريباً شهر 6 من هذا العام إلى هذا اليوم. ولكن ما بيفوتكم أن الأعداد في العالم تزيد وتحور أوميكرون وصل، وحذانا احنا قاعدين نستعد لجولة أو مرحلة ثانية يجوز من هذه المعركة.
نطلب أن الله سبحانه وتعالى أن يخفف علينا هذا التحدي، وإن شاء الله إذا أثبتت الدراسات أنه أخف فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكني حقيقة يعني عملت معاكم هذه السنين وعرفت منكم العمل الأصيل والمثابرة والصبر والشجاعة وعدم يعني وضع المصالح الفردية فوق المصالح المجتمعية، بل وضعتوا البحرين يعني نصب عيونكم وأديتوا الواجب بأكمل وجه وبأحسن صورة. وأنا شاكر لكل المؤسسات اللي متواجدة يعني اليوم معنا، لأن فعلا مملكة البحرين اشتغلت كفريق واحد، قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، الخدمات الطبية، وزارة الصحة، المطار، الدفاع المدني، طيران الخليج، المتطوعين من جميع أنحاء هذا المملكة، الكل تقدم وأعطى من وقته، والحقيقة يعني خاطر بصحته من أجل آخرين. هذا الوسام هو تقدير لهذا العمل النبيل، ويمثل لحظة في حياتنا، حياتنا جميعا. ما حد توقع أن هذه الجائحة بتيه، ما قرينا عن يعني أشياء مثل هذه في الكتب وإحنا ناشئين، ولا أظن مر على جيل يعني موجود اليوم شيء من هذا القبيل. لكن مثل ما يعني تشتد الأزمات فتشتد العزائم أو تكبر العزائم. نهاية يعني وبدون إطالة، الروح الوطني والروح الإنساني والروح لحب التحدي وعشق الإنجاز شفته فيكم مو بمرة بل آلاف المرات. فتحية وشكر وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله. كلمة المكرمين تلقيها نيابة عنهم السيدة أمجاد غانم، رئيسة مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله، أصحاب السمو والمعالي، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. سيدي صاحب السمو، يشرفني اليوم أن أقف بين يدي سموكم وأنقل لكم اعتزاز وتقدير أخواني وأخواتي المكرمين والمكرمات الذين تشرفوا بتسلمهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، هذا الوسام الذي يحمل اسماً غالياً على نفوس الجميع. إن تفضلكم بهذا التكريم الرفيع يا صاحب السمو حفظكم الله لهو وسام على صدورنا، ومنه نستمد عزمنا وعزيمتنا تلبية لنداءات الواجب في كل حين وزمان من أجل هذا الوطن المعطاء. إننا يا سيدي رهن إشارتكم، متطلعين تحت قيادتكم للجهود الوطنية
للتصدي لفيروس كورونا، ولمزيد من المنجزات الوطنية التي تحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين. ونعاهدكم يا صاحب السمو على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، فريق البحرين، في مسيرة العطاء، واضعين نصب عيوننا حاضر وطننا الغالي ومستقبله المشرق. ودمتم سيدي حفظكم الله ذخراً وعزاً وسنداً لمملكة البحرين وأبنائها الأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكورين. سعيد جدا بوجود اليوم في هذا الحفل الكريم بوجود سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الله يحفظه. طبعا اليوم تكريم حق جميع الأطباء والمتطوعين والمشاركين من جميع القطاعات في البحرين أثناء تصديهم لجائحة كورونا، وأتوقع هذه وسام يعني نحن كأبناء البحرين نضعها على صدرنا في حكم وجودنا في عملنا
وهذا أعلى وأثمن وأغلى شرف لنا أن نكون اليوم في وجود بين قائدنا سيدي صاحب سمو الملكي الأمير سلمان الله يحفظه. وكذلك أنا أشوف سعادة الأخواني والزملاء من الأطباء والممرضات وكذلك المتطوعين سعيدين جدا بهذه يعني الفرصة السعيدة، وأتمنى إن شاء الله يا رب تكون بدايتها خير، وأتمنى سنة 2022 تكون إن شاء الله بداية انقضاء على هذه الجائحة. البحرين أثبتت بشعبها وبأبنائها بتماسكهم، وشفنا ما شاء الله كيف هذا التلاحم الجميل ما بين جميع شرائح المجتمع. أسمى آيات العرفان والامتنان لمقام سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هذا الوسام وهذه اللفتة الكريمة غير المستغربة. أنا لا أعتبر هذا التكريم تكريما شخصيا بالنسبة لي كثر ما أعتبره تكريم لفريق عمل متكامل من خيرة الكفاءات الوطنية العاملة في إدارة الأخبار وفي وزارة شؤون الإعلام اللي واصلوا الليل بالنهار طول هذه الفترة لنشر الوعي في المجتمع وللتعامل الإعلامي مع هذا التحدي الصحي اللي مر على مملكة البحرين واللي قدرت مملكة البحرين بحمد الله تجاوزه بكل نجاح. نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لإتاحة الفرصة لنا أن احنا نثبت وجودنا ونعطي البحرين كثر ما نقدر، وطبعا حصولنا على الوسام على هذا الوسام هذا الشرف لنا نعتز فيه، وراح نحكي لأجيالنا القادمة إن شاء الله إن إحنا شلون كافحنا الكورونا كافحنا هالجائحة بكل قوانا بكل جهدنا والحمد لله قدرنا نتغلب عليها، والله لا يروينا مكروه إن شاء الله في البحرين. طبعا وسام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة جاء تزامنا للاستحقاق الطبي، جاء تزامنا مع الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، وهذا طبعا يعزز من مسؤوليتنا أكثر ويضع على عاتقنا المزيد من المسؤولية، وإن شاء الله رح نبذل أكثر ما ممكن.